عمري ما هنساق خلف هذه الامور. الناس اللي بتطلع تتكلم وبتبقى يعني فرحانه جدا جدا باي بطوله ياخدها، من حقهم ان هم يفرحوا، من حقهم ان هم يتبسطوا، ولكن انا واحد من الناس زملت مثلا كابتن سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ بالنسبه لي اخ وصديق وعشره منذ ايام طويله جدا جدا، منذ ايام منتخب تحت 14 سنه مع الكابتن سيد الطباخ، ايام قديمه جدا جدا. فانا عارف سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ، عارف قد ايه ان هو شخص محترم، شخص بيعرف يجيب حقه وحق ناديه كويس جدا جدا جدا. ها، وسيد عبد الحفيظ من الناس المحترمه، من الناس اللي تاريخها كبير قوي قوي في النادي الاهلي. اي حد يا جماعه بيخش النادي الاهلي تاريخه اكبر من انديه، تاريخه اكبر من انديه بحالها موجوده في مصر. انديه خدت 10 12 13 دوري، ها، سيد عبد الحفيظ تاريخه اكبر من هذه الانديه. سيد عبد الحفيظ شخصيه محترمه. سيد عبد الحفيظ لما بيطلع يتكلم ما بيغلطش، ما بيكونش غير رد فعل لناس بتغلط، وعمره ما بيغلط او بيحاول ان هو ما يغلطش. اذا كان هناك خطأ في بعض الامور ده شيء طبيعي بيتقال يعني في الكلام، لكن اللي عايز اقوله لحضراتكم ان في ناس لمجرد ان هي مبسوطة وفرحانة بتطلع تقول اي كلام، او من وجهة نظرها قد يكون الكلام اللي هما بيقولوه. كل واحد بيقول الكلام من وجهة نظره، ولكن زي ما بقول لحضراتكم دائما، انا واحد من الناس عمري في حياتي ما هنساق لمثل هذه الامور. عمري ما هطلع اقول محمود سعيد رئيس التحرير مثلا اللي معانا هنا، هقول على محمود، يعني مش هتكلم على حد تاني عشان ما يفتكروش الكلام، لكن انا هتكلم على محمود سعيد. محمود سعيد يطلع يقول اصل اسلام الشاطر ده فيه العبر، اسلام الشاطر ده وحش، واسلام الشاطر ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. عارفين انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اتجاهله تماما، ممكن اتجاهله تماما وما اردش عليه، او ارد عليه بالاحترام وبالادب وبالاخلاق، لان هذه هي مبادئ النادي الاهلي، هذا هو اسلوب النادي الاهلي، هذه هي الطريقه اللي دايما بيتعامل بها النادي الاهلي مع الكل وفي كل الامور. خدوا بالكم هناك عمل مؤسسي في كل الامور، وليس في القناه او لا، الامور كلها. النادي الاهلي ده منظومه كبيره جدا، وبالمناسبه احنا اللي بنتكلم فيه ده مش مثاليه، اي حد مننا ما بيتكلمش بمثاليه، لان كلنا عندنا اخطاء، محدش ما عندوش اخطاء، كلنا عندنا اخطاء، ولكن انا بتكلم على المين او الشيء العام، الشيء الاساسي. الشيء الاساسي داخل النادي الاهلي هو الاحترام والادب والاخلاق والتكلم بمنتهى القوه، او الدفاع عن النادي الاهلي بمنتهى القوه ولكن بمنتهى الاحترام في نفس الوقت. هي دي الطريقة اللي احنا بنمشي عليها، يعني هو ده الاسلوب اللي احنا دايما بنمشي بيه، وهو ده الاسلوب اللي هنفضل بيه. محدش ابدا، محدش ابدا هيجرنا لاسلوب قلة الادب واسلوب الكلام الخارج واسلوب التهديد واسلوب الوعي، والكلام ده مش بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي دائما ما ينتظر المخاطبات الرسمية علشان يرد على اتحاد الكرة مثلا في مثل هذه الامور. كان معايا الاستاذ محمود صبري من كام يوم وقال النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي من وجهه نظره اتاخر شويه في هذه القرارات، ولكن انا رديت عليه قلت له ما هو احنا لما بنقول القرارات بيقول لك هو انتوا جالكم حاجه رسمي؟ فبنستنى الرسمي عشان نرد بقرارات اخرى كمجلس اداره، عشان ما حدش يطلع يقول لنا هو انتوا جالكم حاجه رسمي عشان تطلعوا تردوا وتقولوا الكلام ده زي ما حصل قبل كده. فهذا هو النهج اللي احنا هنمشي عليه، هذا هو وهذه هي الطريقه اللي احنا هنمشي عليها خلال الفتره القادمه. عمرنا ما هننساق لاي حد، عمرنا ما هنمشي ورا كلام اي حد. اللي عايز يفرح يفرح، اللي عايز يتبسط يتبسط، من حق كل واحد خد بطوله ان هو يتبسط، لان البطولات قليله بالنسبه للناس الثانيه، البطولات قليله بالنسبه لكل الانديه الاخرى، البطولات قليله، لكن بالنسبه للنادي الاهلي البطولات دي كتير قوي. بنفرح وبنتبسط وكل حاجه، ولكن برضه بحساب، برضه بحساب. فعشان كده
احنا لا ندعي المثاليه بالمناسبه، كلنا عندنا اخطاء، انا ساعات ببقى متنرفز، ساعات ببقى عصبي، ساعات بقول كلام ما ينفعش ان هو يتقال، مش على الشاشه لكن بره الشاشه، وعلى الشاشه ساعات برضو بنخطئ، لكن عمرنا ما وصلنا للمراحل او للاسلوب المتدني لناس كتيره جدا، لان عمرنا ما هنوصل لكده، لاننا ما اتعلمناش حتى هذا الاسلوب او طريقه او الطريقه اللي نتكلم بيها بهذا الاسلوب. مرة تانية، احنا ما بندعيش مثالية وما بندعيش أي حاجة، كلنا أخطاء وكلنا ذنوب وكلنا كل حاجة من أول شعر راسنا لغاية رجلينا. ولكن هي دي المبادئ اللي احنا عايشين فيها داخل النادي الأهلي، هو ده الأسلوب اللي احنا بنتكلم بيه بينا حتى وبين بعض في النادي الأهلي. أي حد افتكروا كده على مر العصور السابقة وعلى مر الأيام السابقة وعلى مر الأجيال الكتيرة جدا اللي شرفت بوجودها داخل النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. اي لعيب وافتكروا معايا، والامثله كثيره جدا لكن مش هقولها.